السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم واينما حللتم. فيديو جديد ان شاء الله في ملعب طنجة ابن بطوطة. كما كنشوفوا هنايا الاشغال سالفت في المنطقة او المدخل الجنوبي للملعب، كما كنشوفوا هنا كيدريسيو هاد البولونات اللي فين كيديروا السيبورات. السيبورات ما هادوك اللي كيركبوا فيهم داك الباراس داك الحدايد، هادو هما السيبورات اللي كتشوفوا هادوك كيجيو في داك فين كاين داك البولون. تما كيلصقو السيبورات عاد كيلصقو فيهم داك الحدايد البويض كيما كتشوفوا. كيدريسيو داك البوطو داك البولونات كيحيدها من سميتو، كيكون فيهم السيما البيطون كيكونوا مصديين ولا عيوج ولا شي حاجه، حتى كيدريسيوهم مزيان ويتاكدوا من السلامه ديالهم عاد باش كي باش يقدروا يلصقوا فيهم السيبورات، لان داك السيبورات ثقالين بزاف واصلا هذا الحديد راه ثقيل بزاف، راه ماشي هذاك غير قصدير ولا شي حاجه، راه حديد راه شي حاجه سوليد. بالاضافه للاشغال في هذا لي ماكازان هادو، هذا الماكازان هادو ديجا صورناه من الداخل، وكاين عاوتاني بعض الروتوشات هنايا بالنسبه للالومنيوم باقي شي حاجه موديفيكاسيون شي حاجه ماشي هي هذيك، عاد حيت الريح هنا قوي هذه راه ضروري داك البيبان كيتفرغوا ضروري كيعاودوا يموديفيوهم كيصحوهم. الخدمه ديال الفينيسيو هكا كتكون ضروري كتشد الوقت، ضروري كتخدم كتعاود، يمكن شي من نهار الاول صافي كتحطها وكتشد حالك، ضروري كتعاود ديري هي تقلب ضروري شي حاجه كتكون ماشي هي هذيك. امور لان الامور راه ماشي ساهله، راه غير دار لا بنيتيها هذا راه ضروري كتعاود بزاف ديال الحوايج، فما بالك من الملعب اللي كيهز 65000 ولا 70000 متفرج، يعني راه الامر متعلق بالارواح ديال البشر، ضروري خصك تكون السلامه معيار السلامه طالع واحد النسبه ديال 100% ولا ما جا لله في هاد الامور هادي. وكاين زاد عاوتاني فتحوا واحد الدروج الفوق واحد المدخل، هادو كيديروا الدروج تنطلع نصورهم دائما في الجهه الجنوبيه. السيبورات اللي هضرت لكم عليهم هما هادو، هما هادو السيبورات راه باش تحركها من الارض راه ما تقدرش تزحزحها من الارض، هي راه غير صغيرة ما قدرش نزحزحها فما بالك وهذه الكبيرة هاي. راه شي حاجة اللي ماشي غير سوليد، شوف السمك ديالها شحال، ما عرفتش واش كيبان هادشي ولا ما كيبانش حيت الشمس بزاف كيبان شي التليفون. ضروري كيلصقوا هادو من الاول كيطلعوهم كيلصقوهم فيكسيهم بلاصتهم عاد كيبقاو يطلعوا داك الباريرات ديال الحديد. نتمنى الصوره تكون واضحه حيت انا راه ما كنشوف حتى شي حاجه، الشمس بزاف. هما فين جابوهم هادو باش كل حاجه مطريه في بلاصتها محطوطه في فين غادي تطلع. دابا هادو غادي يلصقوا ان شاء الله الفوق، هما البلايص ديالهم. ملي كنحاول نصور هادشي بوضوح بعض الناس كيقول لك الاشغال راه بطيئه بزاف، يعني ما عارفينش القيمه ديال هادشي اللي كيدار حاليا، ماشي غير انسان كيهضر من منطلق فارغ. هي ضروري كاين واحد شويه ديال البطء نظرا لهاد الشهر الفاضل الصيام وواحد الحراره هادي، غير الحراره باش تجلس فيها ما دير والو راه خصك واحد الجهد كبير، فما بالك انك خدام قبالتها. الامور راه ماشي سهله، ما خصوش يبقى ديما يستصغر الامور، راه غير ولاد البلاد هادو اللي خدامين ماشي شركات خاصه ولا شي حاجه، يعني الناس صايمين ماشي الناس فاطرين، ولا نقولو الشركات الاجنبيه اللي فيها الناس فاطرين ولا شي الناس راه صايمين، ماشي سهل. كيما كتشوفو المدخل اللي زاد صابو الدور،
دون اصلاحات اخرى هنا غنزيدو واحد على المراحيض وانا كنظن كاينين دروج هنايا هنا كيجيو المراحيض ندخلو نشوفو شنو كاين لداخل في التيران لداخل هنايا نفس الديكور كيزيدو المراحيض على ما كنظن حتى هنا كاينين الدروج هنا الريدوات كاملين هاو مهبطينهم كنظن بالعصاك كاين الغبرة كاين الأشغال المهم لا شيء يذكر داخل الملعب خصني تنهود لتحت غادي يمكن لي ندخل الأرضية أصلا دوزت قبيلة تيمكن تا شي حاجة وأنا بغيت نبين لكم الصورة كما هي فقط المهم إلى هنا ينتهي هذا الفيديو إلى فيديو آخر إن شاء الله تحياتي للجميع